السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز، ترتيب الهدافين بعد مباراتي اليوم، مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري ومباراة بيراميدز أمام الزمالك. مباراة الأهلي مؤجلة من الجولة 11، مباراة الزمالك مؤجلة من الجولة 12. متابعين الكرام، اليوم الأربعاء 6/4/2022، النادي الأهلي قدر يفوز على الاتحاد السكندري 1-0، وأحرز الهدف لويس ميكيسوني في الدقيقة 35. متابعين الكرام، بيراميدز خسر من الزمالك 2-3، احرز دفاعي بيراميدز علي جبر في الدقيقة 11 وافاجيري لاكاي في الدقيقة 37. الزمالك احرز الاهداف الثلاثة، اشرف بن شرقي في الدقيقة 4، عمر سعيد في الدقيقة 45، وامام عاشور في الدقيقة 53. على فكرة بيراميدز والمصري تأهلوا لربع نهائي الكونفدرالية الافريقية. انا ان شاء الله هعمل فيديو عن يعني نتائج الكونفدرالية، القرعة والكلام ده كله، مين هيلاعب مين والمواعيد. عملت الفيديو عن دوري ابطال افريقيا على فكرة، والاهلي تأهل طبعا وهيلعب الرجاء في ربع النهائي، ربنا يستر. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري المصري وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم. متصدر الدوري حاليا في المركز الاول النادي الاهلي ب 31 نقطه من 11 مباراه. الزمالك المركز الثاني ب 28 نقطه من 12 مباراه. بيراميدز المركز الثالث ب 26 نقطه من 12 مباراه ايضا. بعد كده سموحه المركز الرابع ب 23 نقطه. فيوتشر المركز الرابع الخامس اسف ب 19 نقطه. البنك الاهلي المركز السادس ب 18 نقطة. فاركو المركز السابع ب 17 نقطة. المصري المركز الثامن ب 16 نقطة من 12 مباراة. انبي المركز التاسع ب 15 نقطة. سيراميكا كليوباترا المركز العاشر ب 14 نقطة. الاتحاد السكندري المركز 11 ب 14 نقطة. الجونة المركز 12 ب 14 نقطة. طلائع الجيش المركز 13 ب 14 نقطة. غزل المحلة المركز 14 ب 13 نقطة. المقاولون العرب المركز 15 ب 11 نقطة. ايسترن كومباني المركز 16 ب 10 نقاط. مصر المقاصة المركز 17 ب 9 نقاط، والإسماعيلي المركز 18 والأخير ب 8 نقاط. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. بتصدر الهدافين متابعين الكرام في المركز الأول أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك ب 8 أهداف. في المركز الثاني مروان حمدي لاعب سموحة ب 6 أهداف، ومابولولو لاعب الاتحاد السكندري، ومحمد هلال لاعب البنك الأهلي. المركز الثالث أشرف بن شرقي لاعب الزمالك ب 5 أهداف، ومحمد شريف لاعب النادي الأهلي، وبيرسي تاو لاعب النادي الأهلي. والمركز الثالث أيضا جوني كوي أبوكا لاعب امبي ب5 اهداف، ومحمود وادي لاعب بيراميدز. المركز الرابع احمد رفعت لاعب فيوتشر ب4 اهداف، وعلي معلول لاعب النادي الاهلي، وابراهيم عادل لاعب بيراميدز، وكريم الديب لاعب الاتحاد السكندري، وخالد قمر لاعب الجونه، ومصطفى فتحي لاعب الزمالك، ومحمد مجدي قفشه لاعب الاهلي، وامادو نياس لاعب المقاولون العرب، ونصر ماهر لاعب فيوتشر، وعمر السعيد لاعب الزمالك، ووليد الكارتي لاعب بيراميدز، وحسين لاعب سيراميكا كليوباترا، واوجولا لاعب سموحه. اشترك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.